طبعا سلمى، اليوم فقرتنا انا كثير حبيتها وحسيت انه نحن فعلا كثير بحاجه لها اليوم، لانه كثر الاطباء يمكن يلي هن ما عندهم شهادات بس قاعدين على مواقع مشخصين على التواصل، الانترنت. الاطباء صاروا مختصين وكل شيء، قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن عم بيقدموا نصائح ويوصفوا ادويه وهن ابدا ما بيحملوا شهاده او ما عندهم معرفه او اي شيء. هي الاخطاء الكثيره بهاد بظل هي الجائحه، جائحه كورونا، يمكن سببت كثير من المشاكل كثير من الاشخاص، وهذا شيء ملموس سلمى وشفناه عند كثير من الاطباء اللي استضفناهم وخبرونا هي القصص وهي الحالات حتى نحن نتفادى طبعا كل هي المشاكل ونكون على قدر من الدرايه. كانت في مبادره جدا مميزه رح نحكي عنها، مبادره كوفيد نيوز بالعربي. رح نستضيف حتى نحكي عنها اكثر الدكتور محمد طرابلسي، طبيب مختص في جراحه البوليه في مستشفى ابن النفيس ورئيس الفريق الميداني، ومحمد حارث النهر ايضا طبيب مختص داخليه قلبيه في مشفى ابن النفيس ومدير المبادره. بدنا نقول لكم صباح الخير. صباح اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. يسعد صباح الصحه اول شيء والعافيه، ولكل طبعا الكوادر الطبيه بنقول لكم دائما باي مجال لانه انتم خط الدفاع الاول هلا. الله يحميكم ويعطيكم العافيه. الله يعافيك. رح بلش معك دكتور محمد حارس، يعني المبادره بهذا الوقت كثير مهمه، شفنا بالعالم اجمع حتى يمكن تطبيق فيسبوك نفسه صار يطرح سؤال على الناس لما ينزلوا شيء على كورونا، هل انت متاكد من المعلومه او لا؟ بسبب انتشار الشائعات اللي صارت كثير كبيره، الفكره بحد ذاتها كيف تبلورت عنكم؟ بدايه حابب اترحم على ارواح شهداء الجيش الابيض، أرواح الناس يلي قضوا بهالجائحة، وحابب أوجه تحية لكوادرنا الطبية من أطباء وممرضين والعاملين في المجال الصحي كافة على الشيء اللي عم يقدموه خلال هاي الأزمة. فكرتنا بلشت من أنا ومجموعة من الأطباء بفترة من الفترات، حسينا إنه إحنا لازم نقدم شيء للمجتمع ولأهلنا ولناسنا. فأطلقنا مبادرتنا اللي هي مبادرة كوفيد نيوز بالعربي مشان نوصل المعلومة الصح، لأن كثرة المعلومات والشائعات على الفيسبوك، يعني صار أي واحد فيك مثلا أنت ممكن تصلك معلومة على الواتساب أو على الفيسبوك تحكي شيء معين أنت مالك متأكدة منه، فأنت ما بتعرفي إذا هذا الشيء صح ولا لا. فمن هون نحن انطلقت مهمتنا بأنه نحن نوعي الناس، نزيد الوعي، نضحض هي الشائعات، ونحسن أنه نعطي معلومة صح للناس ويكونوا واثقين أنه هذا المصدر الصح. فمن هون انطلقت الفكرة وإن شاء الله مكملين فيها. كثير حلوه الفكره دكتور، رح ننتقل لحضرتك، خبرنا يمكن عن ابرز الشائعات يلي شفتها هي انه يمكن تكون كثير مؤذيه للاشخاص في حال انتشرت واخذوا الناس فيها، وكيف بتتعاملوا على الواقع مع هي الشائعات؟ هلا نحن صراحه عم تنتقل عن طريق الواتساب اكثر شيء، هو هذا اكثر سلاح عم يكون سيء صراحه، انه عم تنتقل الوصفات انه والله جارتي او حدا بيقربني، والله اخذت الدواء كذا قامت تحسنت، او لازم انا او اي مريض ممكن ينصاب بكورونا فهذا حتما رح يموت، او نحن طلاب المدارس ما لازم تروح ابدا على المدارس. تمام. رح يروحوا يمرضوا، نحن بدنا نروح نقتل اولادنا. صح. نحن بدنا نروح، نحن لازم يعني هذا الموضوع ننتبه عليه شوي. صح نحن بخطر، صح نحن بجائحه كبيره، بس نحن كمان ما لازم نوقف التعليم عنا، يعني ممكن نحاول نشتغل أكثر على وعي طلابنا، نحاول ننتبه على كل المراحل العمرية لطلابنا، يعني من الابتدائي هو الخوف عم يصير بس على مراحل ابتدائية، هو بالعكس لا، نحن لازم نخاف على الابتدائي، الإعدادي، الثانوي، كل المراحل، لأنه هن يعني الحمد لله أنه ما عم يكونوا صراحة خطير المرض بالنسبة لهم، بس هن عم يعتبروا كناقلين للمرض. ممكن نحن العالم عم تروح انه مرقت فتره انه الكمون وهو وقايه وهو خلص اللي بيشرب كمون تمام، الفيتامينات هي كثير بتقرب منه الكورونا، هي مشكله الفيتامينات. نحن الفيتامينات مثلا فيتامين سي كلياتنا بنعرف انه الفيتامين سي هو كثير فيتامين مفيد وبيقوي المناعه كل شيء لكل شيء، بس يعني اقبال العالم عليه كان رفع سعره ل يعني اسعار تماما. والفكره انه يعني في عالم ما لها بحاجه له، يعني كشاب 30 سنه 20 سنه انت ما لك بحاجه له لانك انت عم تاخده من غذائك. تمام. فكمان هو مثلا الافراط بهي الادويه عم ممكن يعمل اعراض جانبيه، يعني هو فيتامين سي كلياتنا بنعرف انه هو مفيد، بس نحن الافراط منه ممكن يعمل اسهال، ممكن يعمل امراض ثانيه غير الفيتامينات. استخدام الكورتيزونات هذا شكل يعني شيء كثير فظيع. بالنسبة لاستخدام الكورتيزونات يعني في إلها كتير أضرار،
مو اي مريض لازم يستخدم كورتيزون، لازم يعني نستعين باستشاره طبيه. في كثير ادويه ثانيه عم تتاخذ ممكن تعمل مقاومه للفيروس، يعني هي المشكله الاساسيه. هذا شيء كثير مهم والتوعيه فيه كثير ضروريه تماماً، خصوصا لما بتكون من جهه طبيه. دكتور محمد، رح نرجع لكوفيد نيوز بالعربي اليوم، شو الشيء اللي عم بتنزلوه على الموقع لحتى يخلينا نقول يكون هو مضاد لهي المعلومات المغلوطه، وكيف عم بيتم وصولها للناس، طريقه وصولها؟ تمام، نحن من اطلقنا مبادرتنا كوفيد نيوز بالعربي حاولنا انه نواكب حاجه الناس الموجوده. فنحن بدايتنا نشرنا معلومات عن الفيروس، اصل الفيروس، اعراضه، المشاكل اللي بيتظاهر فيها. واكبنا منظمه الصحه العالميه بالمعلومات اللي كانت عم تنزلها، والمواقع العالميه بالتحديثات اللي كانت عم تيجي عن الاعراض الجديده للفيروس، نسب الاصابه. حاولنا نوجه الناس للشيء الصح اللي هن لازم يعرفوه عن الفيروس. مع مرور الايام احنا انشانا فريق طبي على الارض، فريق الطبي مهمته الاستجابه لاي حاله ممكن تجي، نعاين المريض، نشوف نحن شو المشاكل اللي ممكن يعالجها، هل ممكن يتعالج بالبيت او لا. عملنا استشارات هاتفيه مجانيه عم دار 24 ساعه، شاركنا بتامين ادويه فتره من الفترات لما صارت ازمه الدواء بالبلد، وهلا عم نقوم بفيديوهات توعويه في سبيل انه نحن نحسن باكثر من طريقه نوعي الناس للشيء الصح. عن طريق كيف نحن بنوصل المعلومات؟ نحن حقيقة ما عم نوفر طريقة ممكن نوصل فيها، سواء الفيسبوك، سواء اليوتيوب، سواء أي وسيلة تواصل اجتماعي، أي طريقة، حتى ممكن التواصل كله. حتى ممكن مثلا أنا كنت ماشي بالشارع أو شفت حدا حكى لي معلومة غلط أو شيء، أي واحد مننا أو من فريقنا أو من سلكنا الطبي ممكن نصحح له هي المعلومة. فنحن عندنا أكثر من طريق وعم نحاول كله فيها إنه نساعد الناس بإنه يكونوا على الطريق الصح لأخذ المعلومة. كثير حلو. دكتور، اليوم يمكن احلى شيء انه نحن يكون في شيء انساني لما نحن بنتعامل مع مثل هي الجائحه، مثل ما سمعنا ان كان هي شائعه كمان وان كانت حيه على ارض الواقع، كثير من الاطباء استغلوا هذا الشيء في سبيل انه تكون الاستشاره بمبلغ كثير كبير بالنسبه لمواطن سوري وبالنسبه لموظف، فبنشوف حتى الاستشارات كانت غاليه، مراجعه الطبيب عم بتكون باسعار كثير خياليه، فلما بيكون في مبادره بشكل مجاني فهذا الشيء يمكن بخفف كثير عبء على المواطنين مثل ما بينشر الوعي. بالنسبه لارض الواقع، اي شخص عم بحس بالاعراض، كيف قدرتوا تتعاملوا مع هي الحالات خطوه خطوه، يعني لحتى انتم وصلتوا يمكن مثل ما بنقول لبر الامان لحتى يقدر هو يحجر حاله ويتصرف بطريقه صحيحه؟ هلا نحن كان عندنا خط هاتف كذا خط شغالين 24 ساعه، ممكن نحن نقدم اذا في حال كان في استشاره عن معلومه محدده مثلا، ممكن نقدم هي الاستشاره على التليفون. كان في حاجه لانه نبعث حدا من الفريق الطبي لعندهم، لازم يفحص طبيب هي الحاله، كنا عم نبعث حدا لعنده وعم يتم فحص المريض بشكل كامل وتقييمه. هلا في حال كانت حالته السريريه مقبوله، يعتبر خفيف او متوسط، ما في داعي للخفيف عفوا، ما في داعي لانه نبعته على لقبول مشفى، عم يتم اعطاء وصفه طبيه بالبيت ومتابعته كل فتره. هلا في حال كان هذا المريض بحاجه قبول مشفى، عم نحاول نطلب اسعاف، عم نحاول نامنه على المشفى، وبيروح الطبيب يلي قيم حالته بيوصلوا على المشفى وبيقدم تقرير كامل للاطباء الاسعاف، وهن بقى بيستلموا بيشوفوا شغلهم هنيك. يعني هي المبادرات بحد ذاتها هي كانت الداعم الحقيقي لكل المواطنين السوريين. يمكن مواقع التواصل الاجتماعي كثير من الاوقات لعبت دور سلبي عنا وكانت مساهم بنشر الأزمة ونشر الإشاعات، ولكن قدرتوا أنتوا تطوعوها وتستخدموها تستفيدوا من الانتشار تبعها. انطلقت كوفيد نيوز بالعربي، بتوقع أنها رح تضل مستمرة حتى بعد كورونا، ولا شو ببالكم؟ هلا نحن حاليا متوجهين لكورونا، وصراحة في عنا مشروع، كذا مشروع لقدام ان شاء الله راح مع الايام، يعني خلوا لنا هالشيء الطبي الموثوق موجود، يعني ما يكون بس بالجائحه فقط، راح نكون موجودين احنا ان شاء الله على طول، اكراما للناس اللي نحن بنحبهم وبنعزهم، اكراما لارواح الشهداء اللي راحت. نحن هي مهمتنا انه نوصل الشيء الصح، وعلى طول راح نكون على تواصل مع الناس الثانيين مشان انه نحن ما نقطعهم، على طول انه لازم يكون في ناس، وراح نحاول احنا كمان شفنا في كثير كفاءات، كثير ناس حابه بس بدها حدا يحركها، فنحن عم نتواصل مع اكثر من حدا، عم نحاول انه نساعد بعضنا، نكون ايد بايد مشان نحسن انه نساوي الشيء اللي كل الناس بتتمناه، انه هو نكسر الاستغلال، نكسر الاحتكار، نقدم شيء صح ونفيد كل الناس.
أكيد بدنا نقول لكم شكرا كثير لكم، أول شيء على هي المبادرة يا. وتحيتنا لكل طبيب مشارك بهي المبادرة وكل طبيب عم يشتغل على أرض الواقع وقدر ينقذ يمكن أرواح كثير من الناس، وبعض الأطباء يلي سلمكانوا شوي اشتغل عليهم خلال هي الفترة يتعظوا شوي إنه في ناس فعلا هن إيجابيين وإنسانيين. شكرا كثير لكم، شكرا كثير لكم، شكرا لكم، شكرا لوجودكم وموفقين أكيد بهي المبادرة، وإن شاء الله بنشوفها مع الوقت صارت منصة بيقدر يعتمد عليها كل حدا بسوريا. شكرا ان شاء الله. شكرا لكم، يعطيكم العافية.